تقريبا كل يوم بنتكلم مع حضراتكم عن نجاح ما وتألق ما وانتصار جديد ما لأي فرقة من فرق النادي الأهلي. ده معناه إيه بطبيعة الحال؟ معناه إن في إدارة محترمة وراهم، إن في ناس بتفكر وبتخطط وبتذلل أي عقبة ممكن تكون موجودة في طريق أي فرقة من الفرق، عشان في الآخر يعني يتربع الأهلي تقريبا على عرش كل الألعاب الرياضية المتاحة في جمهورية مصر العربية بشكل عام. امبارح أقيم حفل استفتاء لرابطة النقاد الرياضيين اللي شاركوا في اختيار الأفضل لعام 2020. فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي، وطبعا استلمها نيابة عن كابتن محمود الخطيب الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق للمجلس، وكمان فاز العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة استادات كأفضل مدير تنفيذي في 2020، طبعا عن عمله بالنادي الأهلي الفترة السابقة خاصة في العام الماضي. فاز كابتن سيد عبد الحفيظ بجائزة أفضل مدير كرة، وفاز بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدير فني، اللي طبعا بدوره وجه شكره لكل اللاعبين وقال لولاهم ما كنتش هبقى موجود هنا، وطبعا وجه كمان الشكر لكافة النقاد الرياضيين وقال انه فخور جدا بوجوده في النادي الأهلي وبدعم مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. طبعا حصد محمد مجدي أفشة ملك القضية على لقب او حصل على لقب أفضل لاعب في 2020 وانتصارات جديدة، ولسه احنا قلنا ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله دايما. وحاجه اكيد بتسعدنا وبتشرفنا كاهلاويه ان انت بتتكلم يعني استفتاءات مختلفه، عشان عارف انت البعض يقول لك لا الاستفتاء ده اي كلام، لا الاستفتاء ده مجامله، لا يعني كل الاستفتاءات اللي احنا بنشارك فيها مجاملات، مفيش حاجه اسمها كده. الناجح بيبقى ناجح والمتميز دايما بيبقى متميز، فدي حاجه التاريخ هو اللي بيكتبها والواقع كمان بيتكلم عنها، فما فيش حاجه اسمها مجاملات او حد بيروح له جائزه لا يستحقها. امبارح كانت حاجة مشرفة جدا، واستفتاء رابطة النقاد الرياضيين دي بتقام يعني كل سنة، وهي حاجة محترمة جدا وبيكون فيها استفتاء محترم، فمبروك يعني لكل النماذج الأهلوية اللي فازت. أكيد أكيد بنتشرف بكل نموذج منهم الفاز وشرف يعني النادي الأهلي.